السلام عليكم. بعد 3 أشهر من غرس بذور شجر السرو، صارت الشجيرات بهذا الشكل. انظروا، لقد بدأت التفرعات بالظهور، بدأت الأغصان الجانبية تنمو. طول الشجيرة الآن حوالي 5 سنتيمترات كما تلاحظون. لقد بدأت الأعراف الجانبية بالنمو، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الجذور في الأسفل قد بدأت تتفرع أيضا. شاهدوا الشجيرة عن قرب، لاحظوا تلك التفرعات، الأعراف الجانبية بدأت تنمو نموا واضحا. نحن الآن في شهر ماي، درجة الحرارة بدأت ترتفع، لذا يجب أن يكون السقي دوريا وبانتظام، أي يوما بيوم أو يوما بيومين، المهم على حسب حالة الطقس عندكم. في بعض الأكياس نمت شجيرتان كما تشاهدون، لأننا وضعنا في الكيس الواحد بذرتين أو أكثر كما شاهدنا ذلك في الجزء الأول. وفي أكياس أخرى نمت شجيرة واحدة فقط، وفي البعض الآخر لم تنمو أي شجيرة. المهم، كلما تغرس بذورا أكثر كلما يكون احتمال الحصول على شجيرات أكبر. فيما يلي سنشاهد صورا مقربة لهذه الشجيرات. سوف نلتقي في أجزاء أخرى إن شاء الله. اعتنوا بأنفسكم جيدا، وإلى اللقاء.